كوكتيل مجمعهم الاحداث الاخيره. ايه بقى؟ ده كوكتيل قنابل طلعه ده غاز. ده غاز كان بنضرب. ده اصلا محرم دوليا. ده المشير. ده برضه اهيت. ده طالبون ما بنضربش على الناس لا خرطوش ولا حاجه. دي غازات مسممه اهيت بيضربوا بيها الشعب. ده المجلس العسكري اللي احنا بنطالبه تسيم السلطه. احنا ما عملناش معاه حاجه. هو اللي بيقتلنا وبيموتنا. يا ترى كان عندنا احداث محمد محمود ومسبيرو ومجلس الشعب واحداث بورسعيد، يا ترى الشارع الجاي هيكون فيه شهداء منين؟ واسم الشارع الجاي هيكون ايه؟ ده المجلس العسكري. ده حمدي بدين رئيس العصابه. ده حمدي بدين. ده احد الشرطه العسكريه. ادي اهو حضرتك. احنا طالبنا Go!
الزنزانة اكتب على حد الزنزانة اكتب على حد الزنزانة اكتب على حد الزنزانة شباب ضمكم بس